هاي ويلكم باك تو لولياس شانل. اليوم بدنا نعمل دي اي واي جديده، يعني بدنا نعمل شيء نحن لحالنا عاده بنشتريه من برا. انا عن جديد جربت سكرابينج للايدين، في شركه وصلت معي وبعتتني برودكت سكرابينج للايدين، كتير حسيت انه هالشي بيعمل فرق وبيخلي الايد هيك ناعمه اكتر وبينظف شوي اللحميه وبيعطيها نظافه وتعملها هيك السكين كتير شكله فريش اند جلوي اذا بدكم لايديكم. فقعدت اخترع وفتش وطلعت ريسيبي وصفه لنعمل نحنا سكراب لحالنا بالبيت. سو اذا حبيتوا تشوفوا هذا الفيديو بليز كيب واتشينج اند بليز سبسكرايب تو لولياس شانل. اوكي، اول شي بنعمله لازم نشيل شعراتنا من الطريق احلى ما يصير كله حامض وزيت سكر. اول شيء بدنا نعمله هو بدنا ناخذ 2 كابس اوف شوجر، كبيتين سكر. لازم تستعملوا العيار لانه اذا ما استعملنا العيار بيصير السكراب منه كتير منيح، يعني يا بيصير كتير قاسي يا بيصير كتير ما بيعمل شيء. سو هيدي اول كاب. نص كباية أهم شي تاخدوا جات بساع الغراض لما تطلع الدنيا. بعدين بدنا ناخد زيت زيتون، هذا بقلبه 250 مليليتر، نحنا بدنا 1 كاب يعني كباية واحدة زيت زيتون. سو فيكم تتركوا بكعبه شوي إذا عندكم هيك قياس كتير قريب. هلا بدنا نستعمل حامضة وسط، ما تكون كتير كبيرة وما تكون هالقد خضرة، بس نحنا هلا بالسوق ما في عنا حامض أصفر. بدنا نقصها للحامضة وجربوا شيلوا منها البزر علشان ما يوقع بالسكراب تبعكم. هلا بدنا نعصر الحامضة دغري فوقهم ولنسهل عملية العصر لأنه أنا الحامضة عندي كتير كتير قاسية، بحط السكينة جواتها وبصير بعصر. اوكي، هلا بدي اخلطهم كتير كتير منيح.